والتبتل في اللغة الانقطاع. وقد ذكرنا أيضا أن الصيام معناه الانقطاع والإمساك، ولذلك قلت بين التبتل والصيام صلة وثيقة جدا. وقد أخذت هذه المنزلة لدى الصالحين والعلماء المربين مما تعلمون من سورة المزمل، من قوله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فارتبط التبتل بذكر اسم الرب العظيم الأعلى، وهذا شيء عجيب، وتبتل إليه تبتيلا. قال العلماء: الأصل في التعبير في مثل هذا الفعل الأمري تبتل أن يأتي المصدر منه وهو المفعول المطلق في هذه الآية تبتلا لا تبتيلا، يعني الأصل في العربية أنه كيتقال تبتل تبتلا، تبتل إليه، الأصل في التعبير أن يكون كما يلي: وتبتل إليه تبتلا، تبتل يتبتل تبتلا. وأن المصدر الذي ذكر هاهنا تبتيلا هو مصدر لفعل بتل يبتل، وبتل تبتيلا، فعلت فعيلا، وتفعل تفعلا. ولهذا نكتة لطيفة في التعبير القرآني عجيب، لأن التبتل الذي هو الانقطاع لا يكتسب عند اللحظة الأولى، بل يكتسب بالدربة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحلم: إنما الحلم بالتحلم، وفي العلم: إنما العلم بالتعلم. إنما يصبح العالم عالما بالتعلم، وكذلك الحليم بالتحلم، يعني أنه يحاول أن يتخلق بخلق الحلم شيئا فشيئا، لا يحصل له هذا طفرة، ولكن يحصل له بالتدريج وبمحاولة التخلق بخلق الحلم اليوم فغدا فبعد غد حتى يكون حليما. وكذلك العلم يؤخذ شيئا فشيئا، الرباني كما قال ابن عباس: من يربي بصغار العلم قبل كباره. وهذا هو المقصود في هذه الآية: وتبتل إليه تبتيلا. فإذا أنت أردت أن تنقطع إلى الله عز وجل تبتل، أي انقطع، لأنه تبتل قلنا هو الانقطاع، انقطع عن الناس إلى الله، تفرغ إلى الله عز وجل ذكرا وعبادة وقياما وصلاة إلى آخره. فأنت إذا فعلت ذلك فإنك لا تحصل على معنى الانقطاع في يوم وليلة. ما يمكنش الإنسان أنه كان غارقا في الدنيا مرتبطا بعلائق التراب، مشتغل بالحياة الدنيا، معرض عن الآخرة، أنه يجي بين عشية وضحاها فيكون متبتلا، هذا غير ممكن. يقرر التوبة نعم، فينقطع عن السيئات والكبائر، ولكن أن ينقطع عن الدنيا إلى الله عز وجل فهذا أمر لا يحصل له من ناحية الوجدانية في القلب دياله، ما كيحصلش بين عشية وضحاها، يبقى القلب مرتبطا بالدنيا، يتوق إلى المال وإلى الأعمال وإلى المناصب والجاه والسلطان وهلم جرا مما زين للناس، زين للناس حب الشهوات الآية. فإذا لتحصل على ذلك المعنى من الزهد والانقطاع إلى الله عز وجل وجب عليك أن تدرب نفسك على ذلك اليوم وغدا وبعد غد، الليل والنهار. ولذلك سبق في الآيات قبل الأمر بقيام الليل وبذكر النهار: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك، أي بالليل وبالنهار، وتبتل إليه تبتيلا. فيحتاج المؤمن إذن إلى سلوك، إلى سير، إلى سفر يسافر عبره، بل عبر عمره إلى الذي خلقه، وتبتل إليه تبتيلا. فالتبتيل إذن مصدر بتل أي قطع، ففي هذا المعنى حذف بلاغي رفيع،
فيه عدة احتمالات وافتراضات. فإما أنك أيها العبد تتبتل إلى ربك، تنقطع إليه، ولا يكون انقطاعك إلا إذا قطعك الله عن الدنيا، أي إذا وهبك جل وعلا هو سبحانه هذه الهبة الرفيعة، تبتل إليه فيبتلك الله تبتيلا. هذا هو الحذف الموجود. فهناك فعل محذوف تقديره ما ذكرت، وتبتل إليه، أنت تتبتل تحاول الانقطاع لكنك لن تكسبه بذاتك وبكسب يدك، بل الله يهب لك. هذا المعنى الرفيع، تبتل إليه يبتلك ربك تبتيلا، لأن تبتيلا قلنا مصدر ديال بتلا ماشي تبتلا، والذي تقدم من الكلام تبتلا، تبتلا تبتل إليه. فقدروا أن ها هنا محذوفا هو الفعل الذي قد ينسب إلى الله جل وعلا، يبتلك أي أنت إذا أردت أن تنقطع إلى الله فإن الله عز وجل يقطع رغباتك ويعينك، يقطع رغباتك وشهواتك عن الدنيا ويجعل رغباتك جميعا رغبة واحدة هي الرغبة فيما عند الله والدار الآخرة. وتبتل إليه تبتيلا، فهذه عبارة موجزة هي من الوجازة بمكان، تلخص مسيرة عمر الإنسان المسلم، تعطيك خلاصة ديال الطريقة اللي كيعيش عليها الإنسان المسلم والتي عاش عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك الذي كان. وقد علمتم كما حدث في السيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان قواما صواما، وقد كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، كان يبيت يقوم الليل لربه حتى انتفخ له الكعبين ديال الرجلين ديالو بالورم شدة القيام، وثقة للبدن على الكعبين والقدمين. وقد أشفقت عليه خديجة رضي الله عنها فقالت له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ انقطع إلى الله عز وجل. وهذا تنطق به أحاديث كثيرة جدا، ومنها ما قد ذكرنا قبله في مناسبة شتى، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا. انقطاع، تبتل، هذا معنى التبتل. أش عندي غرض بالدنيا؟ ما لي ومال الدنيا؟ لا أنا منها ولا هي مني. ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والحديث صحيح الإسناد طبعا. فإذا تبتل العبد إلى الله عز وجل بتله الله، يعني حينما تحاول أنت الانقطاع بقصد السير إلى الله عز وجل فإن الله جل جلاله يأخذ بيدك. شحال من واحد كيقول ودي أنا باغي انقطع عن الدنيا إلى الله ولكن ما كنقدرش. صحيح ما تقدرش، لأن في فطرتك أيها الإنسان زينت هذه الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والفعل المبني للمجهول ها هنا زين، الأصل فيه أنه منسوب فاعله إلى الله جل جلاله، يعني أن الذي زين الحياة الدنيا للناس هو الله عز وجل، ليس الفعل ها هنا منسوبا إلى الشيطان كما قد يعتقد. فهذا تزيين فطري من باب قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالقابلية لحب الدنيا قابلية فطرية جبلية خلقية، مخلوق بها بنادم، ولذلك يصعب على الإنسان أن ينقطع عن الدنيا، صعب. فلا ينقطع عنها إلا من قطعه الله عنها. إلا أن لنا ها هنا بيانا باش ما نفهموش باللي راه مطلوب منا ما نخدمو ما نردمو ما نقلبو على الرزق ما نتسببو في الحلال، مش هذا هو المعنى إطلاقا. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم أنه نهى عن التبتل، أو حصل لنا التعارض، تعارض ظاهري طبعا بين الآية والحديث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، قال لك ما تبتلش،
والقرآن قال له وتبتل إليه تبتيلا. إلا أن التبتل المقصود في الحديث ليس هو التبتل المقصود في الآيات. فأما الذي في الآية فهو رغبة فيما عند الله عز وجل وسير إليه بأسباب الدنيا، سير إليه بأسباب الدنيا، تسير إلى ربك بتجارتك وبوظيفتك وبمالك وبأبنائك وبالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أي بما زين لك، ماشي هذاك تزين ربي زينه لك باش انت ترميه، لا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله جميل يحب الجمال، كما قال عليه الصلاة والسلام في جواب الرجل الذي سأل، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال له إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها أو سفسافها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإنما التبتل المذموم الانقطاع عن الناس، يقال فلان متبتل أي انقطع عن الناس، شادخل لشي سمعة وسد على راسه، ما بقيت تكلم مع أحد، ما بقيت تعاشر مع أحد، هذا مذموم لأنه رهبانية، وهذا ليس من شرعنا، هذه شريعة منسوخة، بل هي حتى في السابق بدعة مبتدعة، حتى في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فنهيه عليه الصلاة والسلام عن التبتل هو نهي عن أن يلازم الإنسان الخلوات كما كان يفعله بعض الجهال في بعض الأوقات من الزمن الغابر، يمشي الإنسان في خلاء ويبقى عايش هايم هايم على وجهه لا يلتقي بأحد، هذا مذموم. إلا أن يكون لفترتين محدودة للتدبر والتفكر، فهذا ما ذمه أحد من العلماء، شي واحد بل مندوب مزيان أنه الإنسان مرة مرة يهرب من بنادم ويمشي يخرج في شي مكان خالي يتفكر في حواله وفي أحوال الدنيا وفي مصيره في الآخرة، فهذا مندوب حسن وليس فيه إلا الخير، ولكن ماشي بنية يخرج ما يرجع ما يولي، يمشي يجدد العزيمة دياله ويخطط كيفاش يخرج راسه من الغرق، إن بنادم كيبقى عايش في المجتمع كيبدا يغرق بشوية بشوية كالذي غرقوا في الوحالي ما كيقدر يطلع، وكيبدا يحس الإنسان براسه بأنه غرق، غرق في الآثام، غرق في الذنوب، غرق في الديون، غرق في كثير من المشاكل، ولا يستطيع أن ينقذ نفسه، كيقلب شي واحد يمدلو يد الله يجبده. ما سبب ذلك؟ سببه اختلاط الأفكار على الإنسان، ما كيقدرش بنادم يدير خطة باش يخرج راسه من المشاكل ديال الارتباط بالدنيا والانهماك في آثامها وذنوبها، لأنه في النهار راك فيها وفي الليل ما كتلقاش الصحة باش تبقى قايم أو تصلي. خير لك أن تهزل نفسك لوقت وجيز، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من حين لآخر إلى ضواحي المدينة، يخرج برا من المدينة في بساتينها وحيطانها يعني الجنانات ديولها، ويشتغل بالتفكر والتدبر وينظر إلى المخلوقات من الجبال والوهاد والوديان، وينظر إلى السماء وما زيّن الله بها من نجوم وكواكب، يخرج بالليل حينا ويخرج بالنهار حينا، قد يخرج وحده وقد يخرج ويصطحب معه بعض أصحابه وفي بعض الأحيان بعض أزواجه، كما ثبت مرة أنه اصطحب معه إحدى زوجاته وكان في خلوة، فمر أحد الصحابة فقال له يا فلان هذه أمكم فلانة، باش يقطع له الشك الشيطاني من قلبه، وهذاك الصحابي قال له أو يشك فيك يا رسول الله، قال له إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. وتعرفوا القصة ديال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حينما كان نائما بالليل في بيت عائشة رضي الله عنها، شي مرة كانت ليلة عائشة وبيت عندها في حجرتها، فانسل عليه الصلاة والسلام من فراشه في جوف الليل، فاق وخرج شوية من الفراش دياله في وسط الليل جوف الليل، فشعرت به عائشة رضي الله عنها ولم تبدي ذلك حتى خرج عليه الصلاة والسلام وتابعته، لبست الحجاب ديالها وتابعته،
هي ظنت أنه مشى عند شي زوجة أخرى من الزوجات الأخريات من أمهات المؤمنين. معروف الغيرة ديال النساء عموما، وقصة الغيرة ديال عائشة رضي الله عنها كانت مشهورة في السنة في الروايات من كتب الصحاح. فلما تبعته وجدته قد دخل إلى البقيع في جوف الليل، مشى المقبرة في جوف الليل وجلس وحده بين القبور يتدبر في صمت الليل الهادئ ويتفكر في أحوال الدنيا ومصيرها إلى الآخرة. خلوات لكنها تربية ليست إلى الآبدي، مش هذا هو النوع ديال الانقطاع اللي نهى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا يدخل في قوله جل وعلا وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إلى ربي. باش نعرفوا ما الفرق بين التبتل المحمود والتبتل المذموم، الانقطاع المطلوب والانقطاع المهروب. فالمطلوب إذن هو أن ينقطع الإنسان كلية بوجدانه إلى الله، يعني تبقى منقطع ديما بالقلب ديالك مع الله فقط، جيد، ولكن مع الناس لا بد من صلة وربط الاجتماع البشري، لا بد منه، لأن الإنسان تخلق باش يعيش في المجتمع وليصبر على أذى الناس ويكون منارا وسط الناس، يدعو إلى الله عز وجل ويسلك إليه وسط الفتن والمحن حتى يكون حجة لله على عباده. وكذلك يمكن أن يفسر الانقطاع المحمود بما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، الانقطاع البدني، انقطاع قلبي هذا ديما ليل نهار، وانقطاع بدني يعني مرة مرة، هو اللي وصفته قبل قليل أن الإنسان يخرج من المدينة ومن الجدران، يخرج من الصداع ديال المشاكل ديال العائلة وديال الخدمة وديال الأعمال، ويمشي يتصنط القلب دياله. في بعض الأحيان، كثير من الأحيان، بنادم ما كيتفكر، ما كيلقاش الوقت يتفكر في راسه، لا بالمعنى المادي ولا بالمعنى الروحي. شحال من واحد فينا كتكون فيه من الناحية المادية من غير من الناحية الروحية شي نحسة مرضية، مريض بشي حاجة، ما مساليش يمشي عند الطبيب، ماشي ما بغاش، ما مساليش، يعني صحته ناسيها، ماشي لأنه راه مشتغل بشي حاجة ديال الخير، لا، شغله التجارة مثلا، كثير هذا النوع. والأدهى من ذلك أنه الإنسان كيكون ناسي الروح دياله، ما مساليهاش باش يفكر فيها، وعارف باللي راه قابط الطريق غلط، وكيقول خصني نتوب، ولكن ما عندوش الوقت، مصيبة هذه، ما عندوش الوقت يتوب، هذا النوع موجود، لأن العجلة ديال الدنيا كتدور بسرعة ولا تتوقف، وما حدك فوسطها وهي تدورك. خرج من المدار الدنيوي وتلقى الراحة، وتنظر آنئذ إلى الحياة وهي تدور، تنظر إليها من بعد، وتما تصنط لعظامك حتى حاجة ما غادي تطيح إلى خرجت أنت من العمل ديالك. شحال من واحد كيتصور إلى خرج من الخدمة دياله واحد النهار ولا جوج ولا ثلاثة أيام ولا أربعة، غادي ذاك العمل يريب، هذا الشيء يكون خفي، لأنه كيتصور له كيجيب له راسه باللي راه هو اللي هزه، أنت وخدمتك ربي هزكم كاملين. أوليس هو سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه القيوم؟ شنو هو القيوم؟ من قبلكم قبل الدنيا كاملة. وقد رأينا من تأخر عن الحج بسبب أنه ما مساليش، خاف يمشي يخلي التجارة وتخسر وتخرب من وراه سنوات، حتى هداه الله عز وجل ثم ذهب ورجع ولقى الأرباح زادت، بدأ يتعجب، وخلى وكلاء، خلى غير الناس نايبين عليه، بدأ يتعجب كيف أنه تعطل حتى لهذ المدة. أش كان ينقصه؟ الثقة بالله كانت ناقصة، لأنه كان تيق غير فراسه وما تيقش في الله تعالى، تيق فراسه ما حده هو داير الدعوة لخدمة شدة، عنده الثقة في الدعوة، بينما هو وخدمته بيد الله عز وجل. فلما خلها بيد الله سبحانه وتعالى جاء ولقاها على أتم ما تكون وأحسن ما تكون. فأما أن يؤخرنا عن الأعمال الصالحات قلة الوقت فهذا من ضعف القرب من الله عز وجل ومن عدم التبتل. التبتل إذن بهذا المعنى الصحيح السليم الذي يخرج العبد من دوامة الدنيا ليعالج نفسه. بنادم اللي كيكون خدام وما مساليش المرض حتى كيطيح، بالسيف عليه غنمشي للسبيطار، ماشي لخاطرو كيديوه، شو هو اللي غدير راسو ديك الساعه؟ الرجلين باش يمشي ما بقاوش كيهزوه. فكذلك الانسان لما يلقى راسو فعلا وصل واحد الحاله مزريه، يجب ان يحمل نفسه على آلة الانعاش الربانيه،
ليحدث نفسه بأمور دنياه وبعمره، كم قضى منه وكم يمكن أن يكون قد بقي، شحال هو عمر بنادم، وما ربح من الدنيا وما خسر، وما ربح من الآخرة وما خسر. هذا الحساب خصو يدخله. فإذا استطاع أن يتبتل إلى ربه تبتيلا وتبتلا فسيبصر، لأن الإنسان اللي كتكون ضرب به الدنيا يكون قد أصيب بالعمى، عمى البصيرة، كيقدرش يشوف الحقائق ديال الحياة كما هي، ولكن حينما يخرج منها يبصرها ويبصر ظلماتها ويبصر الموقع الآسين الذي كان يعيش فيه، كيبدأ يبلو هذاك العفان الشديد اللي كان غطس فيه، وحينئذ يعزم على التطهور، تطهور الروحي بالتوبة والأوبة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، الذين يتطهرون من الآثام والذنوب. فطلب التبتل إذن في كتاب الله عز وجل ترجمته سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي بغى يعرف التبتل الذي ذكر في الآية يشوف سيد النبي صلى الله عليه وسلم، غير يشوف فيه، يشوف فيه من خلال شمائله، يعني الأخلاق دياله والسيرة دياله، ترى التبتل يمشي على قدميه. ألم تقل عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، هذا هو التبتل، كان خلقه القرآن. وإنما القرآن انقطاع عن الدنيا إلى رب الدنيا والآخرة، هذا الغرض الأول اللي جاء القرآن يوصل لنا، الغرض الأول اللي جاء القرآن يربينا عليه ويبلغنا له هو أن ننقطع إلى رب العالمين، أن نسلك إلى الله، نتعرف إليه ونعرف به. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. ورمضان مرة أخرى نرجع إلى منزلة الصيام، أعظم وسيلة لتلقين الناس التبتل، لأن باش يدرب الإنسان على هذه النفسية، عايش في الدنيا ولكن مع الله، هذا التبتل. باش يدرب الإنسان على هذه النفسية خصو تكوين وتربية، دورة روحية، يتصل ليلها بنهارها، ولا يستطيع الإنسان أن يجد ذلك إلا في رمضان. فقوله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أكثر ما يتحقق في رمضان من خلال تراويحه، فيقوم الإنسان الليل إلا قليلا ويجد أنسا وصحبة قل ما يجدها في سائر الأيام. بنادم سبحان الله خارج رمضان لا بغى يقوم الليل، كيجي العجز، يجد وحشة وغربة، كأن الفراش يشده إليه بالأسباب بالحبال، ولكن في رمضان كأنما ينشط من عقال، حلا كان مكتف وتطلق، وفعلا كان مكتف وتطلق، كنكون مكتفين بشياطيننا وبأنفسنا الأمارة بالسوء، وفي رمضان تصفد تلك الشياطين فكأننا نحن نشطنا من عقال وكنتطلقوا. ويجد الإنسان لذة ونشاطا في مناجاة ربه بقيام الليل وترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، أنت ترتله أو يرتل لك. هذه إذن أسباب أو مسالك التبتل. وتذكر ربك، تذكر ربك بالليل والنهار، إن لك في النهار سبحا طويلا، ليل رمضان تعلمونه لما فيه من قيام وصلاة وذكر واستغفار بالأسحار، شيء عجيب جدا، أجمل الأوقات ديال الليل الإنسان المسلم كتكون مفرل الظروف باش يقتطفها ويجنيها في رمضان، وقت المغرب وهو الإفطار الذي يستجاب فيه الدعاء، والصلاة جماعة في التراويح، والسحر للاستغفار أو للقيام أيضا، والسحور اللي هو المكلة عبادة من العبادات كما ذكرنا في اللقاء السابق، فالطعام عادة من العادات، لكن فطور المغرب والسحور عبادة ليس من العادة، كأنك تصلي أو كأنك تذكر ربك وأنت تأكل في الإفطار وفي السحور، السحور بركة. في الليل إذن في رمضان ليل كله أنس، وكيف لا يكون
أنسا والملائكة تظله بأجنحتها النورانية. لكل منور ديال رمضان بأجنحة الملائكة التي تقوم الليل مع الناس وتستغفر الله مع الناس وتتجمع في حلق الذكر مع الناس. ما ينزل إلى الأرض من الملائكة في رمضان لا ينزل طيلة السنة. الملائكة اللي تنزل طيلة السنة إلى الأرض ذاك الشيء اللي ينزل في رمضان أكثر منها بكثير شهر واحد. وتعلمون ما ينزل في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا لا يكاد العقل يستوعبه ولا الوجدان يطيقه أن تشعر أن الأرض اللي انت ساكن فيها يزورها أمين الملائكة جبريل عليه السلام. جبريل شنو الشغل دياله؟ النزول بالوحي، نزل به الروح الأمين، فحينما ينقطع الوحي يعود أدراجه إلى ربه ويبقى حتى ليلة القدر، يجي يزور الأرض، يزور المؤمنين والمسلمين من أهل الأرض. شيء عجيب جدا. جبريل هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أخوه، يمكن يقول له أخي جبريل، وكانت بينهما محبة عجيبة. فحينما يأتي إلى الأرض يأتي الأنس معه، فرمضان كله مونس بالملائكة وبجبريل وبليلة القدر وبإقبال الروح على الجنة. ونهار رمضان ذكر وصلاة وعلم وعمل بنفس صائمة. إلى راك في الجامعة راك في الجامعة، راك في الصلاة راك في الصلاة، راك في الحلقة ديال العلم وهذا يكسره في رمضان، راك في الحلقة ديال العلم، راك في الخدمة راك صايم، تشتغل في تجارتك وبيعك ووظيفتك وأي مهنة تمتهنها من الحلال الطيب إن شاء الله، فأنت في عبادة لا في عادة، لأنك تشتغل بفم صائم وبقلب منقطع متبتل، وهذا يجعلك أقرب ما تكون إلى الله عز وجل. إن لك في النهار سبحا طويلا، مناسبة للسبح والتسبيح والذكر والاستغفار والاسترجاع وغير ذلك من ألفاظ الأوبة والتوبة والتقرب إلى الله جل وعلا. هذا كله وسائل ومسالك طرقان كدوز منها لتدخل منزلة التبتل. ولذلك قال بعد: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وحينما يكون ذكر الاسم فله خصوص، انه كان ممكن يقول اذكر ربك كما قالها في غير هذا الموطن، واذكر اسم ربك، لان الاسم علم على المسمى والعلم معرفة. هنا نبسط هذا الكلام بحول الله. العلم هو السمية اللي كتسمي بها الشيء أو الإنسان، ولله المثل الأعلى، كما تقول أحمد ومحمد وعلي وما شئت من الأسماء، هذه كتسمى أعلام. واسم الله عز وجل علم عليه كاسمه الله والرحمن وكذلك الأسماء الحسنى. فالاسم إذن تعريف بالمسمى، من اللي كتنادي شي واحد بسميته واش معناتها كتعرفه، هذا المعنى. شي واحد ما كتعرفوش ما كتعيطلوش بسميته، هو سميته عبد الله كتقول له انت السي محمد، على طريقة المغاربة في نداء من لا يعرفون اسمه. ولكن من اللي كتعرف بالله سميته عبد الله كتقول له السي عبد الله، كي تلفت ويجي عندك. فالمنادات بالاسم يدل على المعرفة. وحينما قال واذكر اسم ربك أي تعرف إلى ربك، فأنت بالقيام قم الليل إلا قليلا، وبالصيام لأننا في رمضان إن شاء الله، وبالذكر بالليل وبالنهار وبالاستغفار وبسائر العبادات التي هي أسباب التبتل، فأنت بذكرك آنئذ تكون متعرفا إلى الله، تعرف إلى الله، فتناديه وتذكره باسمه واذكر اسم ربك، تكون إذن من المتبتلين، وتبتل إليه تبتيلا. فهذا المعنى
إذا حصله الإنسان كان منقطعا إلى الله، ولم يكن بعد ذلك إلا بالله وإلا له وإلا معه. ولهذا السبب سميت مريم البتول، أم سيدنا عيسى البتول، أي أنها كانت منقطعة إلى الله، عابدة ذاكرة لا تشتغل بشيء إلا العبادة، منقطعة إلى الله، فكانت بتولا. بعضهم شرح ذلك بأنها كانت منقطعة عن الرجال ما تزوجتش، ولكنه تفسير ضعيف، وإنما الأقوى في وصفها بذلك أنها منقطعة إلى الله، لأن أمها نظرتها: إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذن هذا النظر الذي نظرته امرأة عمران أم مريم معناه أن الذي سيكون مني بعد، وكانت تظنه يكون ذكرا، سينقطع لخدمة الدين، لا يشتغل بشيء إلا خدمة الدين. فجاءت البتول رغم أنها وضعتها أنثى، ومعلوم أنه يصعب على الأنثى أن تنقطع لهذا الغرض، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، يعني لا تستطيع الأنثى أن تقوم بدور الانقطاع كما يقوم به الرجال. صحيح النساء ناقصة عقل ودين، خما كيبغيوها الآخرين إحنا نقولوها، ما عندنا ما نديرو، هذا الحديث صحيح. فحيث إنها كانت أنثى وامرأة، قلنا لم يكون في الأصل بالإمكان أن تكون متبتلة، ولكن الله عز وجل تقبلها بقبول حسن، فلما تقبلها جل وعلا بقبول حسن يسر لها أمر التبتل، فانقطعت إلى الله عز وجل وكاملت، ما بقتش دخل في هذاك الحديث ديال النساء ناقصة عقل ودين، هذا هو الأصل إلا مستثناه الدليل، وهي مريم من المستثنيات، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما كمل من النساء إلا ثلاثة، مريم بنت عمران، وآسية زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد. قلت: فإذا كمل من النساء هؤلاء فمن باب أولى وأحرى أن يكمل من الرجال كثير، ككثير من الصحابة رضوان الله عليهم. وخاتمة المقال ها هنا أن سبب كمال مريم أنها تبتلت، فالتبتل إذن كمال، ولا يتبتل إلا كامل، فمن رزقه الله جل وعلا منزلة التبتل كان من الكمال. وبعض الإخوان كتجيهم هذا الكامل ماشي صحيحة، يقولون الكمال لله، نعم كمال لله، هذاك الكمال المطلق، وللبشر كمال نسبي، وهذه الأمور تؤخذ بالنقل. وصح الحديث: ما كمل من النساء إلا ثلاثة، فإذا كمل من النساء ثلاثة فمن باب أولى وأحرى أن يكمل من الرجال كثير، ولذلك يجوز أن يتحدث عن عالم كامل أو شيخ كامل أو إمام كامل، لكن لا يجوز تعيينه، ما يتقالش فلان، لأنه تزكية، والله أعلم سبحانه وتعالى بمن زكاه، وأعلم بمن اتقى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.